كيف هيك يرق قلبي وما يكون لا سمح الله قاسي؟ رقم واحد بالابتعاد عن أسباب قسوة القلب. أسباب قسوة القلب: واحد، الذنوب والمعاصي من دون توبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي يقول: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبي نكتة سوداء. فإن تاب واستغفر محيت، وإلا زيد على قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني من كثر ذنوب ومعاصي صار في طبقة غلاف، صار في باب حديدي على قلبه، قاسي بتلاقي في قسوة قلب. الذنوب والمعاصي من دون توبة تقسي القلب. أنتم يا شباب، يا أيها الإخوة والأخوات، يعني نحن تزل أقدامنا، بس إذا أذنبت فورا استغفر، توب، أقلع، لا تعاود الذنب والمعصية مرة فمرة، إنه إيه أخي شو بدي أعمل وهيك أنا وغير هيك ما عندي وشو بدي ساوي. ترى هيك لا سمح الله بعدين بنضرب على قلبك بالقسوة. إذا ضرب على قلبك بالقسوة أو بالختم أو بالطبع أو بالران من خاف الله عز وجل، قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لا عاد بيشوف ولا عاد بيسمع. نسأل الله السلامة، قلبه لا بيرق ولا بيلين، بيحضر خطب ما بيتأثر، بيحضر درس ما بيتأثر، قدامه رفيقه بيشوف، مات رفيقه أمامه بيقول لك عادي. تشهد مرات ليكو ميت حاملينه فاتوا على الجامع والناس فاتت تصلي، هو بيوقف برا، الله يستر كمان ما يرتكب معصية برا لبين ما تطلع الجنازة من جوا. شو هاد؟ في قسوة بالقلب، مضروب على القلب بقسوة. أسباب لين القلب بده أدوية. أول دواء ترك الأسباب. أسباب قسوة القلب: رقم واحد، الذنوب والمعاصي من دون توبة. اثنين، صحبة قساة القلوب، لأنه أمراض القلب تنتقل بالعدوى، نسأل الله السلامة. رقم ثلاثة، الاستغراق في الشهوات المباحات، بيأكل كتير، بيشرب كتير، بينام كتير، بيضحك كتير، مو مخلي سيران إلا رايحه، يقول لك مو ما بعصي الله بس بدي أشوف كل شيء أنا. الاستغراق بالمعاصي، كثرة الطعام بدها كثرة شراب، كثرة شراب بدها كثرة منام، كثرة منام كله هذا بيضعف القلب. ليش هلأ أنتم بتشوفوا حالكم برمضان مثلا، شوف حالك قبل المغرب بربع ساعة نص ساعة هيك تشعر هيك كانين قاعد هيك مسكين عم تستنى يقدين، بيجي واحد بيحاكيك كلمة بده يزعجك مثلا، تقول له روح روح مالي فاضي لك، لا مالي فاضي لك، روح بقول لك لبعد المغرب. تحس حالك هيك كانين، حتى عبادتك برمضان بتحس حالك أنشط إلى العبادة، حتى رقة قلبك بتحسه أفضل. ليش؟ لأنك تخففت من الشهوات المباحات. هنا فأسباب رقة القلب: واحد، ترك أسباب القسوة، هدول الثلاثة. ورقم اثنين، صحبة أصحاب القلوب الرقيقة مرتين، لأنه مرض القلب يعدي وسلامة القلب تعدي. ورقم ثلاثة، الإكثار من النوافل: صلاة الليل، ذكر الله تعالى، التهجد، امسح على رأس اليتيم، ادنو من مجالس الذكر، ما بتلاقي حالك غير فعلا رق قلبك، تغيرت أنت عما أول.